نحن الآن في إحدى المقابر العامة في سراييفو، زي ما احنا شايفين كل هذه القبور أو المراقد للشهداء اللي ماتوا في حرب البوسنة بين 1992 و 1995، ودي كانت حديقة عامة للناس ومتنزه، لكن لكثرة الضحايا في هذه المرحلة الصعبة من حياة الشعب البوسناوي تحولت كافة الحدائق العامة إلى مقابر للشهداء من سن أشهر إلى سن 70 و 80 إلى آخره. أنا واقف الآن بجانب القبر بتاع الزعيم الراحل رحمة الله عليه علي عزة بيجوفيتش، هو هنا هو، وكان هو أول رئيس جمهورية للبوسنة رحمة الله عليه. أنا هذا الرجل العظيم ربنا يتقبله إن شاء الله وجعله من الشهداء والصالحين، تقبلت معه 3 مرات، مرتين في سراييفو ومرة في لندن. وأول مرة قابلته في سراييفو كان 1993 في سبتمبر، وكان في سراييفو محاصرة أثار شديد، وقال لي كلمة واحدة ما زلت أتذكرها وتعتبر كلمة من كلمات الخالدة، قال لي نحن هنا في حصار كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في حصار شعب أبي طالب في مكة، واستمر حصار الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، ولن يطيل هذا الحصار علينا في سراييفو أكثر من 3 سنوات. وفعلا كان الحصار من 92 وفكوا الحصار في 95، فكان رجلا صادقا ندعو له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله، وأن يكون رفيقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس إن شاء الله. ونتمنى بعد أن رأينا هذه المجازر والتطهير العرقي، الآن مرحلتنا في العمل إننا نحافظ على السلام بكافة 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 أشكال وأنواع القدرات اللي عندنا، لكي لا تحدث حرب أخرى في هذا المكان كما حدثت من قبل، ولا تغتصب النساء والأطفال إلى آخره، ولا تدمر البيوت والمآذن إلى آخره، ولا يقتل ناس كهؤلاء. نترحم على هؤلاء الشهداء، ونتمنى أن دماء شهادتهم تكون هي ثمن للسلام وثمن للحرية وثمن للحب وثمن للإخاء وثمن لرحمة المواطنين لبعضهم البعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سراييفو مقبرة العامة، وقبل الزعيم إن شاء الله يكون خالد عند الله سبحانه وتعالى عليا عزة بيجوفيتش. نحن الآن في ملاعب اللي هي الأولمبياد بتاع سراييفو، الدورة الأولمبية الشتوية اللي عقدت هنا في يناير أو فبراير عام 1984. نظرا لازدياد عدد القتلى والشهداء في الحرب في البوسنة والتطهير العرقي في البوسنة اللي حدث ما بين 92 و 95، اضطر المسلمين واضطر الناس انهم يدفنوا كل موتاهم في الحدائق العامة، ودي هي كانت دي ملاعب بتاعت الدورات الأولمبية وحدائق الدورة الأولمبية اللي عقدت في سراييفو. للأسف الحرب بتاعت البلقان أو الحرب بتاعت البوسنة ب 92 95 كانت حرب يعني قبيحة، وتعتبر إلى الآن إلى يومنا هذا تعتبر هي جرح عميق أو قبيح في وجه أوروبا اللي سمحت لمثل هذه الحرب أن تستمر 3 سنوات، وفي الآخر أوقفوها في النهاية يعني دون أن تدخل في الأمور السياسية. لكن للأسف يعني الحرب دي دمرت العديد من الصداقات والعلاقات والثقافات والتاريخ اللي كان متعايش الناس، أهل البوسنة كانوا عايشين مع بعض، مسلمين ومسيحيين صرب وكروات،
مسلمين هنا داخل بوسنة. وطبعا نتيجة لأطماع بعض الأشخاص الخارجيين اللي هم أصلا مش من منطقة البوسنة والهرسك، اللي أصلا مش من صرب البوسنة، اللي أصلا مش من كروات البوسنة، هم اللي شعلوا أو أشعلوا مثل هذه الحروب اللي أدت إلى كل هذه الضحايا. وشوف الأسماء اللي موجودة هنا كلها على النصب التذكاري ده اللي موجودين هنا. هو فندائي اليوم هنا من ملاعب أو من اللي هو الأولمبياد 1984 إن إحنا لابد علينا أن نبني السلام بأي طريقة، وأن نعد على السلام بنواجزنا، ولا نسمح لمثل هذه الحروب القبيحة أن تحصد الأرواح وتحصد الآمال وتحصد الأفكار وتحصد الثقافات وتدمر الشعوب وتدمر الأوطان وتدمر كل المقدرات وتنشر الحقد والضغينة والبغضاء داخل أبناء هذا البلد الجميل. إن شاء الله تسعوا معنا جميعا، ولا ننسى البوسنة ولا ننسى أي مكان في العالم، في سوريا، في اليمن، في جنوب السودان، في وسط أفريقيا، جمهورية وسط أفريقيا، كل هذه الأماكن في الصحراء الغربية، في مالي، في كذا في كذا، لمن يشعلون الحروب لكي يبيعوا السلاح، لمن يشعلون الحروب لكي يقسموا الأوطان، لمن يشعلون الحروب لكي يستفيدوا من سرقة البلاد وسرقة المخدرات. لابد علينا أن نقف لمثل هؤلاء الناس وقفة صارمة ونقول لا 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 لا، ونعم للسلام، نعم للسلام، نعم للسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سراييفو الجميلة وبوسنة الجميلة. إلى كل الحب والجمال والإخاء والمودة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.